ينضم إلينا مراسلنا من بغداد مهدي غريب. أهلا مهدي، بداية كيف كانت أجواء الاحتفالات يوم أمس في العاصمة بغداد بأعياد رأس السنة؟ نعم، وصل هنالك من احتفل على طريقته الخاصة في العاصمة بغداد. هنالك شجرة للعيد الميلاد كانت في ساحة التحرير لجثامين يعني رمزية لشهداء أهل غزة. في الجانب الآخر في ضفة أبو نواس كان هنالك احتفالا لجميع العراقيين، وعبروا عن طريقتهم الخاصة باحتفالاتهم الرسمية. الاحتفالات ابتدت في الساعة 6:17 مساء، نعم، حتى استمرت للساعة 2 صباحا. بالتالي هنالك من عبر عن فرحته بطريقته الخاصة، كل شخص عبر عن طريقته. هنالك من احتفل في المنازل، هنالك من احتفل على ضفاف نهر دجلة، هنالك من احتفل في شارع المتنبي. كانت هنالك احتفالات بهجة وسرور، وما يتمناه العراقيون في سنتهم الجديدة بأن تكون سنة أمن وأمان، وأن تكون يعني ما يتطلع عليه العراقيون وبالتحديد البغداديون. نعم، هذا السؤال يا مهدي، ما هي أبرز تطلعات المواطنين في العاصمة بغداد، خصوصا بعد تعهد السيد السوداني بتحقيق احتياجات المواطنين والعمل على جعل الحكومة هي حكومة إصلاح وخدمات في 2024؟ نعم وسن، هذا ما أتكلم أنا عنه الآن. يعني ما يتطلع وما يتمنى إليه العراقيون في السنة القادمة هو أن تكون السنة أمن وأمان، وأن تكون استقرار سياسي اقتصادي، وأن يتحسن الواقع الخدمي في العاصمة بغداد من خلال انتخابات مجالس المحافظات المحلية التي ستتشكل في الأسابيع المقبلة. فبالتالي ما يتمناه، نعم، العراقيون بأن تكون العاصمة بغداد قبلة المحافظات العراقية وقبلة العواصم العربية، لأن الواقع في العاصمة بغداد بعض مناطق يائسة جدا إلى أن تكون يعني معدومة تماما. فبالتالي ما يتمنه العراقيون بتحسين الواقع الخدمي والاقتصادي، نعم، والمعاشي، هذا ما يرجوه العراقيون في سنتهم القادمة. إبعاد السلاح عن المجاميع الخارجة عن نطاق الدولة، وأن تكون هنالك دولة حقيقية بيد الجيش والشرطة، لأن تكون هنالك تحزبية مخصصتية لجميع الأحزاب السياسية. فبالتالي هذا ما يتمنه العراقيون في سنتهم القادمة. كيف كانت الخطة الأمنية الخاصة بإحياء احتفالات رأس السنة في العاصمة بغداد يوم أمس؟ بالتأكيد يا وسن، كان هنالك انتشارا أمنيا مشددا ومكثفا في العاصمة، نعم، بغداد. إن كنا، نعم، نقصد حتى يعني في المناطق العاصمة بغداد كان هنالك انتشارا من قبل وزارة الداخلية، بالإضافة إلى الانتشارات التي حصلت مداخل ومخارج المنطقة الخضراء لتأمين ساحات الاحتفال من أي خرق أمني، خاصة أن ساحات الاحتفالات تنوعت في العاصمة، نعم، بغداد، في شارع المتنبي، في ساحة التحرير، في ضفة شارع أبو نواس، في المولات الرئيسية، في مولات المناطق. فبالتالي كان هنالك انتشارا أمنيا ولم يحصل أي خرق أمني يوم أمس. إذن مراسلنا من بغداد مهدي غريب، شكرا جزيلا لك.